يقول السائل: أحرمت بالعمرة من ذي الحليفة، وبعد أن اغتسلت وصليت ركعتين وجاوزت الميقات تذكرت أني لم أقل لبيك اللهم عمرة، والآن انتهيت من عمرتي فماذا علي؟ لا، ليس عليك شيء، عمرتك صحيحة إن شاء الله، لأن التلبية سنة، تلبية سنة، والإحرام بالقلب هو النية بالقلب، فإذا نويت الإحرام يكفي ولو لم تلبي، تلبية سنة فقط. نعم.